أول مرة كي تفتح التطبيق خوتي يقول لك أدخل رمز الإحالة واحصل على 800 نقطة. دوك نحط لكم رمز الإحالة تاعي. المزيد من الأرباح تضغط عليها يعطي لك واحد المهمات. المهمات هذو سهلين. المهمة الأولى يقول لك يعطي لك قناة تاع يوتيوب، يقول لك اشترك فيها وفعل زر الجرس تحصل على 100 نقطة. والمهمة الثانية يقول لك اشترك في الصفحة الفلانية في الفيسبوك، تضغط على المهمة يديك ديركتومون لاشين يوتيوب ولا يديك الانستغرام ولا يديك الفيسبوك، تضغط عليها. انا الله غالب راني دايرهم، ماقدرتش نوريكم الطريقه كيفاش، مي طريقه سهله وين مكتوبه المهمه. اضغط ثم يديك لاشين يوتيوب ولا للصفحه تاع الفيسبوك، ولا ابقى تضغط على الرجوع حتى تولي للتطبيق. كي تولي للتطبيق تقول لك اسكو اكملت المهمه، نعم ام لا، تدير نعم. المهم كي تكمل المهمه كاع تحت تدي واحد 1600 ولا 1700 نقطه. وكاين المهمة الثانية، ها هي قال لك احصل على 5000 نقطة. شروط الحصول على الجائزة: 1- سجل فيديو يشرح آلية عمل التطبيق، 2- قم برفع الفيديو على اليوتيوب، 3- احصل على 1000 مشاهدة على الأقل. ومن بعد كي تحقق 1000 مشاهدة تاعك دير كوبي اللين تاع الفيديو تاعك وتجي تدخلوا لهنا وين مكتوبة إرسال رابط الفيديو، تجي تنسخوا هنايا وهما يتأكدوا باللي عندك 1000 مشاهدة وراك حاط فيديو هذا على اليوتيوب، وتحصل على 5000 نقطة تاعك. الخانة الثانية قال لك ادعو صديقك واحصل على 800 نقطة. لهنا راه مكتوب انقر هنا لنسخ رمز الإحالة الخاص بك. انت يا هذا التطبيق اذا وريته لواحد صاحبك كيجي دخل للتطبيق يقولوا له ادخل رمز الإحالة للحصول على 800 نقطة. انت يا تكوبي رمز الإحالة هذا وتمدوا للصديق تاعك، وهكاك انت تستفاد من 800 نقطة وهو يستفاد من 800 نقطة. نروحوا للخانة الثالثة لهنا يا خوتي، ها وش عندنا جوائز. عندك الجائزة الأولى بطاقات جوجل بلاي 170,000 نقطة تحصل على 5 دولار، وهنا 280,000 نقطة 10 دولار، 680,000 نقطة 25 دولار، 2,700,000 نقطة 100 دولار. احنا نقولوا نلعبوا على 5 دولار ولا على 10 دولار؟ الخمسة دولار راهي 170,000 نقطة. 170,000 نقطة هذه خوتي انا جربت التطبيق هذا لعبته لمدة ساعة، في الساعة خوتي تربح حوالي
من 7000 حتى 10000 نقطة. علاه من 7000 حتى 10000 نقطة؟ منين ذاك الإعلانات هذوك يكونوا طوال، يكون فيهم 30 ثانية. كي يكونوا الإعلانات 30 ثانية تطول شوية باش تربح النقاط. نقولوا تلعب ساعة في النهار، الساعة هذيك تربح فيها واحد 7000 نقطة. بصح إذا كانوا الإعلانات منين ذاك يكونوا الإعلانات 15 ثانية، ومنين ذاك يكونوا الإعلانات 5 ثواني، هكا تجمع النقاط بسرعة. في الساعة تقدر تلم حتى 10000 نقطة إذا كانوا الإعلانات اللي ظهروا 15 ثانية فما تحت. وعندنا ثاني شدات لعبة ببجي، وكاين لهنايا اللي حاب يشحن ديركت بالآي دي في فري فاير، عندك 220 مجوهرة ب 100000 نقطة. 100000 نقطة هذه كي تكون تلعب انتايا ب 10000 في النهار تجيبها في 10 أيام. وعندنا 340 ديامو ب 130000 نقطة، وعندنا 680 ديامو ب 180000 نقطة. شوفوا خوتي لا ديفيرونس ما بين 220 و 180 في النقاط، هذه 100000 هذه 180000، يعني ديفيرونس تاع 80000 برك. بصح كي تجي تشوف الجواهر هذه 220 هذه 680، تما تربح 220 جوهرة لو كان تلعب على 180000 نقطة. ما ننصحكم خاوتي اللي يستعمل التطبيق هذا وراه قادر باش يلعب، ما يلعبش على 200 جوهرة وما يلعبش على 340، يلعب على 680 والفوقة، على الأقل يلعب على 10 دولار 280 نقطة، 280000 نقطة عفوا. باسكو شوفوا لهنا لا ديفيرونس 170000 لهنا 280000، تسمى ما كاش ما بيناتهم، كاين 110000 ما بيناتهم، تربح 5 دولار خير من اللي تجبد 170000 و 170000 راهي 340000. شو شحال رابحين؟ 60000 نقطة. يعني توفروا الوقت لارواحكم. واللي قادر بيان سير يلعب على 25 دولار يلعب على 25 دولار، ثاني يكون الربح اعلى. على بالي بلي طول عليكم هكا وكاع. شوفوا شحال عندي من نقطة هنايا فوق اخوتي، كاين 32000 نقطة. هذا 32000 نقطة خوتي عندي 3 جور ملي حملت التطبيق هذا، راني نلعب حوالي ساعة ولا منين ذاك 45 دقيقة في النهار. كي يكون عندي شوية وقت فارغ هكا ولا ندخل ندور فيها شوية، نجمع شوية نقاط. وعندنا لهنا يا خوتي مكتوبة الجائزة الكبرى. الجائزة الكبرى هذه خوتي منين ذاك في بلاس اللي يمدوا لك فيديو فيه 100 نقطة يمد لك فيديو فيه 0.20-0.30 دولار. هذه الجائزة الكبرى والله مازال ما على بالي وشنو هي، باسكو هذه الجائزة الكبرى وحدها نظن انايا كي تلحق 100 دولار تجبد بطاقة جوجل بلاي بقيمة تاع 100 دولار. مازال ما جربتهاش، راني نجرب معاكم هذه الجائزة الكبرى. وهكا وصلنا لنهاية الفيديو، ما تنساوش تابوني وفلاشان وديروا لنا لايك للفيديو، ونتلاقاو في فيديو جديد وشرح جديد، وبالك ندير لكم فيديو مور هذا الفيديو ان شاء الله، بالك غدوة ولا غير غدوة ندير لكم فيديو على التطبيق هذا، نوري لكم كيفاش تجمعوا النقاط باسرع وقت ممكن.